السلام عليكم، نتمنى تكونوا بألف صحة. أجي وديروا معايا هاد الكيكة، كتجي هشة بزاف وكتجي بنينة. ندوزوا المقادير. عندي 200 غرام ديال الطحين، يعني جوج كيسان ديال العنبة عامرين، وعندي كاس لاروب ديال الزيت تقريبا 160 غرام، وعندي 200 مليلتر ديال الحليب، وعندي 150 غرام ديال السكر، وعندي 4 الحبات ديال البيض، جوج ساشيات ديال الخميره من وزن ديال 16 غرام، جوج ديال الفاني، عصير ديال الحامض والقشور ديالها. كيف العاده كنديروا واحد الطريقه ديال الملحه، كنديروا البيض السكر والساشيات ديال الفاني والقشور ديال الحامض، غادي نطربوه مزيان حتى كيضاعف لينا الحجم وكيتغير اللون بطبيعة الحال. من بعد ما طربت هنايا البيض مزيان مع السكر ومع الفاني وقشور ديال الحامض، دابا غنبدا نضيف الزيت بالتدريج. ونسيت ما ذكرتش لكم اللي عليها الاساس في الكيكه، مايزينا. عندي كاس لاروب ديال مايزينا. مهم، غادي نبدا نضيف هنايا بالتدريج الزيت، وغنبدا نعاود عاوتاني نطرب، ومن بعد غادي نبدا نضيف هنايا الحليب، ونتلاقاو من بعد. كنخلي عصير ديال الحامض هو الاخر وصافي. دابا غنبدا نضيف هنايا بالتدريج الفورص او الدقيق الابيض، وكيبقى دائما الاخر هي الخميره. دونك هنا الفورص، من بعد غادي نضيف مايزينا كاس لاروب، وغادي نضيف جوج خمارات ديال الخميره ديال الحلوه، ونتلاقاو من بعد. هنايا كيف العاده دائما تنغربلو هذاك الخميره باش ما تبقاش لينا دوك الحبيبات. وصافي، غادي نعاود نطرب واحد التطريبه غير خفيفه. عندي المول، اي مول نتوما بغيتو ديروه ماشي مشكل. انا عندي هذا المول من بعد ما دهنتو وغبرتو بشويه ديال الطحين بطبيعه الحال. هاد دائما هاد الانواع ديال هاد لي مول تيقولوا ما دهنهمش، ولكن انا دائما تنيفيتي لي بروبليم. لا، من الاحسن ندهن ونكون ترونكيل. على اي، نشوفوا الخليط ديالي هنا راه كيجي خفيف بزاف، اما هي مني تطيب وتبغي تاكليها راه كتذوب في الفم صراحه، كتجي هشيشه وزوينه. راه غادي تشوفوا معايا المراحل بالتدريج من بعد ما تطيب وتتخرج من الفران، ومن بعد ما غادي نزينها. بالنسبه للتزيين انا هنايا فضلت انني ندير غير واحد معلقه ديال نيسلي، درت معاها شويه ديال الحليب وشويه ديال قطرات ديال عصير الحامض، خلطتهم مزيان وصافي. زينت بهم الوجه ديال الكيكه مع واحد شويه ديال اللوز مقلي كان عندي، عاود سخنته وهرمشته. وانتم كيبقى لكم دائما يعني الاختيار او لا الديكوراسيون كيبقى لكم انتم باش ما بغيتو تزينوا الكيك ديالكم. وكذلك ضفت واحد لي بيبات ديال الشوكولا، وهادشي اللي كاين. دونك غادي نخليكم مع طريقه الزين ديال هاد الكيكه هادي، ونتلاقاو من بعد منين نبغي نقطع مورسو وتشوفوا الشكل ديالها كيفاش جات من الداخل. كتجي هشيشه صراحه، رطبه بهذاك الكاس لاروب ديال مايزينا، وكتجي بنينه بالحامض، منكهه بالحامض، منكهه بالقشور ديال الحامض، وبدوك جوج ساشيات ديال الفاني. لانه صراحه ملي كيكون هي فيها البيض بزاف هاد الكيك كيكون بزفوره بزاف. من الاحسن كديروا واحد جوج ساشيات ديال الفاني من وزن ديال 14 غرام. الشكل ديال الكيك هو هذا من بعد ما كملت التزيين ديالها،
وغادي تشوفوا مني غادي نقطع واحد المورسو، شوفوها كيفاش جات من الداخل وكتجي رطبه كيف ما قلت لكم. وما بقى لي الا نقول لكم صحتكم وراحتكم، ما تنسونيش من لايك وبارتاج، والى وصفه قادمه ان شاء الله بحول الله، مع الف سلامه.